8328 600. فوزي بن ابراهيم باش ناخذوه معنا في المباشر. واليوم مشكلتنا ما نعرفش تتعلق ببلديه. يظهر لي عم فوزي باش يزيد ياكد لنا وين بالضبط مركز الشرطه اللي هو ذر من الفيضانات واللي اليوم مازال مسكر. سؤال نوجهه الى رئيس البلديه عم فوزي. يقول لي اتصلت بالبلديه ولكن عندي الولايه يظهر لي الموضوع. مرحبا بك يا عم فوزي. صباح النور امين. صباح النور مستمعي راديو ماد. فعلا امين هو تو في بالضبط تحديدا في وزاره الداخليه الموضوع. لكن الاحصائيات اللي عندنا الاوليه هي اول حاجه هو بصراحه تامه مش معقول نابل تقعد مركز الشرطه اللي نقلوا زوز في ولو في بير شلوف. مركز بير شلوف في اكتظاظ كبير برشا. ما عادش تفرق بين رئيس المركز تاع بير شلوف والاعوان نتاعو. ما عادش تفرق بين رئيس المركز تاع وسط البلاد والاعوان نتاعو. معناها المواطن يدخل يبدا يسال من معناها حاجه بصراحه تامه ما تشرفش نابل. على كل احنا أي؟ بعض المعطيات خذيناها اللي فما دراسه تمت تقريبا عملتها الاداره الجهويه للتجهيز باش يتم صيانه المركز وسط. إيه ما فهمتش علاش التو يا عم فوزي مركز الشرطه لليوم معناتها انا رجعنا مشينا عملنا برشا حاجات ومركز الامن اللي هو حاجه اساسيه وضروريه تاع بزون فيتال للمواطن. نعطيك المعلومه الصحيحه بالضبط شنو اللي صار. فما اشكاليه صغيره هي يحبوا 300 تم رصد 350 ألف دينار المركز الشرطة باش يتم ترميمه. لكن من بعد جاوا يشوفوا لقاوا اللي ما توصلش 350 ألف دينار. مع تقريبا فما في حكاية 60-70 ألف دينار تنجم نجموا معناها تهيئته والصيانة نتاعو. شنو هي الحكاية الكل علاش هو اللي هو مركز الشرطة هو دار عربي قديمة فيها ماجن اللوطه. الماجن هذاك هو اللي قاعد يضر. قالوا باش يسكروا الماجن هذاك وبعد الترميمات ويرجع يخدم على روحه. الا ان تقريبا بصراحه نقولوها ما فماش بيجي ما فماش فلوس. قاعدين يشوفوا شكون فماش شكون رجالات الاعمال اللي تنجم تتعاون تنجم تمد يد المساعده باش ينجموا يرموه ويحسنوه. معناها الحكايه كلها هذه احنا نثمنوا توا الحقيقه رجال الاعمال ورجال البلاد هذيا اللي قاعدين يساهموا في كل ما تتوجه لهم النداء. ولكن اذا الدوله تولي ديميسيونير هذا غير معقول. هذا نحكيه على مؤسسه امنيه. احنا انا واحد من الناس البارح كانت لي زياره في ثكنه هوني ثكنه امنيه وشفت الوضعيه. شفت الرجال بالحق نتاع البلاد هذيا اللي يبنيوا بيديهم ويبنيوا معناها فما الحقيقه فما تدخلات من عديد رجال الاعمال معاهم. ولكن الدوله ما لازمش تكون ديميسيونير. هذا هو اللي لازم يكون. على كل ما نعرفش اذا نلقاو المسؤول عنده اجابه ولا نرجع لك بعد شوي. امين هي المشكله سكو في وزاره الداخليه. معناها الملف كامل تحول لوزاره الداخليه. استناوا بتاتر تاع وزاره الداخليه اون 2019 ترصد له بيجي. معناها شوف انت قداش باش ناخذوا نستناوا. يا عم فوزي احنا مش باش نستناوا 2019 اليوم زعل الابواب. ولكن هاو باش نرجعوا الايامات الجايه باش نتصلوا بوزاره الداخليه على الوضعيه نتاع المركز الشرطه هذا. شكرا لك فوزي بن ابراهيم كنت معنا في المباشر قدام مركز الشرطه اللي مسكر بعد فيضانات نابل مالوريزمون.